طبعا باعتبارك عضوا باللجنة الاستشارية لتطوير قطاع التعليم بمدينة غريان، هل تعتقدين أن بالإمكان تطوير قطاع التعليم بعيدا عن تطعيم المدارس الليبية بكوادر فاعلة ومدربة في مجال الإرشاد النفسي؟ سؤال مهم جدا. لا يمكن أبدا الحديث عن تطوير حقيقي في مجال التربية والتعليم بعيدا عن تفعيل مكاتب التوجيه والإرشاد النفسي، بعيدا عن إعداد كوادر. الأمر يحتاج إلى كادر مدرب بشكل كويس يعمل مع طاقم المدرسة والمؤسسة التربوية على خلق جو مدرسي يتيح للطلبة أن يتطوروا وفقا لقدراتهم وميولهم في المجالات التعليمية والاجتماعية والعاطفية. أيضا هذا الطاقم يعمل مع المدرسة على رفع مستوى الوعي بالحاجات والخصوصيات الفردية في إطار المدرسة وطبيعة المشاكل الانفعالية والسلوكية الخاصة بكل مرحلة عمرية. لا يمكن أن يحصل تطوير أو تقدم حقيقي في مجال التعليم وخصوصا في ظل الظروف اللي يعيشها مجتمعنا الآن بعيدا عن تفعيل بدور المرشد النفسي. ودعوة هنا أطلقها من خلال منبر قناة التناصح، ينبغي العمل على التكثيف من الدورات التدريبية، ينبغي العمل على إعداد كادر جيد، ينبغي إعادة النظر في برامج إعداد الخريجين في كليات الآداب أو في كليات التربية والحصول على الحد الأدنى من المعرفة النفسية. نعم، شكرا.